مساء الخير، اهلا بحضراتكم في هذه الحلقه الاستثنائيه والخاصه من برنامج بوضوح. وزي ما انتم شايفين احنا بنصورها من داخل منزل لاسره عريقه جدا، رائدها فنان كبير جدا له بصمه كبيره جدا في تاريخ الموسيقى العالميه والمصريه، اطلقوا عليه بيتهوفن العرب. احنا النهارده في منزل الاستاذه عصمت محمد عبد الوهاب، بننقل لكم هذه الحلقة الخاصة جدا. وطبعا احنا موجودين ومعانا الحقيقة أسرته، أبنائه وبعض من أحفاده. هنحاول ان احنا يعني نكلمكم عن حياته، هنشوف الجانب الآخر في حياة هذا الفنان العظيم، الجانب الخفي في حياته اللي الناس ما تعرفوش. لكن اسمحوا لي قبل ما يعني ارحب الاول بالاستاذ محمد عبد الوهاب، اهلا بحضرتك. مدام عصمت محمد عبد الوهاب، اهلا بحضرتك. الحفيده زينب اباظه، مدام زينب اهلا بيك. قبل ما ابدا الحوار اسمحوا لنا نشوف هذا التقرير اللي اعده مجموعه من فريق اعداد البرنامج عن الفنان العظيم محمد عبد الوهاب، ونرجع نكمل حوارنا مع ضيوفنا. بدأ موسيقار الأجيال مشواره الفني مطربا، وتعلم العزف في نادي الموسيقى الشرقي على يد محمد الأصبجي، وتعلم فن الموشحات، وعمل بفرقة علي الكسار كمنشد في الكورال، وبعدها بفرقة الريحاني، وبدأ العمل في الإذاعة عام 34 وفي السينما عام 33. ارتبط بأمير الشعراء أحمد شوقي ولحن أغاني عديدة له، وغنى معظمها بصوته، ولحن للعديد من كبار المطربين في مصر والبلاد العربية. وإن زاد على القلب وجدي أصهر معاه الليالي، معاه الليالي. تميز موسيقار الأجيال بألحانه الفريدة في جميع أشكال الأغنية، وقدم أصعب الألحان، ووضع موسيقى القصيدة العاطفية الخالدة لا تكذبي، وتغنى بها على العود قبل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ ونجاة الصغيرة. لا 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 تكذبي، إني رأيتكما معا، ودع البكاء فقد كرهت الأدمعا. لقاء السحاب كان حصيلة للتعاون في 10 أغنيات من ألحان موسيقار الأجيال عبد الوهاب، شدد بهم كوكب الشرق أم كلثوم. شارك عبد الوهاب في 7 أفلام خلال 30 و40 القرن العشرين، منها الوردة البيضاء، دموع الحب، يحيى الحب، وأثر الموسيقى العربية بشكل يكاد يكون هو الأكبر في تاريخ الموسيقى العربية. وفي 4 مايو عام 91 رحل موسيقار الأجيال بعد حياة طويلة حافلة بالنجاحات والأحداث والمواقف لم يتوقف خلالها تجديده وإبداعه. اهلا بحضراتكم مره تانية، وزي ما قلت يعني بعد ما شفنا هذا التقرير الحافل مش بالانجازات بس، اصل هي قضيه الفن ليست قضيه انجازات، لكن هي قضيه ابداع وخيال. ومحمد عبد الوهاب مع حفظ الالقاب،
كان أسطورة بكل ما تعني كلمة أسطورة. أستاذ محمد أنا عايز أبدأ معاك يعني الأب والابن قبل ما نتكلم عن موسيقى وقبل ما نتكلم على ذكرى ونتكلم على تكريمات. كلمني عن الفنان الراحل محمد عبد الوهاب. أنا قلت جملة دلوقتي قبل ما نبدأ نصور وأنت ماسك صورة قلت له أنت وحشتني قوي. وحشك إيه؟ وحشني لأني كنت في سن معين احنا انفصلنا عن والدي في سن صغير، فقعدنا فترة كنا حتى لما كنا معاه واحنا صغيرين ما كناش دايما في لقاءات معاه، كان دايما مشغول هو واحنا كنا أطفال ولينا مشاكلنا وهكذا. لما كبرت وصلت سن الجامعة 17-18 سنة كنت حاسس اني محتاج له وحسيت ان هو محتاج لنا، هو كان محتاج ولاده. فانا من السن ده لغاية اما توفى كنت كل يوم في اي حالة وفي اي ظرف لازم افوت على ابويا اقعد معه بالليل، وبالذات بالليل عشان يبقى فاضي ما يبقاش عنده حاجة، واقعد معاه مش مهم اقعد معاه 5 دقايق او 5 ساعات ما يهمش، انما اقعد معاه. فتعودت فوحشني. مدام عصمت، استاذ محمد يعني يمكن خلانا شويه نتكلم اكتر في الانسان اكتر ما نتكلم في فنان لسه اللي هنتكلم عنه. ذكرياتك ايه مع الوالد؟ هو كوالد كان والد، يعني كموضوع فنه منفصل تماما عن علاقته بينا كأولاده، يعني كان يهتم قوي بحاجات يعني الناس ما تتخيلش، الدراسة نجحنا عملنا حاجات زي دي، وكانت علاقته بينا فيها نوع من الصداقة جامد ونوع من الاحترام جامد جدا، فكنا مش بنخاف منه. كان شديد يعني بنعمل شديد من غير ما يزعق، يعني من غير ما يشخط فينا من غير ما يذنبنا، انما بنخاف يعني عمر ما ضرب حد من ولاده مثلا؟ ضربني مره. امتى؟ كنت صغيره، كنا صغيرين جدا، كنت 5 سنين ولا حاجه كده، كنا ساكنين في البيت في الزمالك كنا لسه معاه، وبعدين هو كان بقى ممنوع خروج في الشوارع، ممنوع اكل بره، الحاجات بتاعته دي الوسوسه والقلق اللي هو عايش فيها، فاحنا بعبط كده انا وعفت وقشش الله يرحمها، وكنا العمارة جنب النيل وعندنا حتة واسعة كده قدام العمارة، نزلنا فسأل علينا ما لقناش، لما طلعنا راح لطشنا كل واحد قلم، دي كانت أول وآخر مرة. إنما غير كده مش عشان بيضرب أو عشان حاجة، عمره ما ضربنا بعد كده عشان هو من كتر ما اتخض علينا، إنما هو كان له رهبة كده كنا نعمل له حساب، وبعدين هو كان موضوع المواعيد وإن إحنا نحترم طقوسه ومواعيده كان شيء مهم جدا، فكلنا كنا عاملين عارفين غدا الساعة كذا، النوم بعد الغدا من كذا لكذا، كل الحاجات دي ما نهوبش ناحيتها وما نقربش ولا نقلقوا فيها بأي حال كان، صغيرين كبار حتى أولادنا يعني لهم أحفاده، فكنا بنعمل له حساب جدا. غير كده كان صديق بصراحة، يعني مشاكلنا كان ايه مثلا؟ مره كان معاكي وحصل عندك مشكله وقال لك رايي، فاكره لغايه لا الاراء دي كانت على طول، بس دايما في مشكله الاباء والابناء، دايما الابن دايما يعتقد لما بيسال ابوه دايما يقول يا بابا انت، يعني ما بياخدش الكلام بمحمل الجديه قوي، لكن مع مرور الوقت يكتشف ان الراي اللي قاله الاب كان هو الصح وهو اللي كان غلط. هل ده حصل معاكي؟ لا كنت بحترم رايه وبثق في تفكيره وفي مخه بطريقه فظيعه، وبالتالي كلنا، فكان اللي يقوله حتى لو كان يبقى بيضايقنا وقتها، انما انا عارفه انه صح. لا عمري ما كنا اختلفنا في الناحيه دي خالص. انا بالعكس، بس انا احساس ان حضرتك تعرضت يعني شويه يمكن هو كان حماده مع بابي كان في نوع من الصداقه اكتر مننا شويه، يعني احنا كنا بره الموضوع شويه عنهم. يعني لا انا مره حصل بيني وبين والدي مشكله
وانا حلتها بطريقه، بس هو اللي تراجع مش انا، يعني في الحته دي هو اللي تراجع. وكانت مشكله لانه بعد التوجيهيه على طول انا كنت عايز ادخل كليه الهندسه، كنت بحب الاماره وخلافه. فهو ما اعرفش جات له فكره كده ان لا ليه ما تدخلش الطب، وانا كان مجموعي يسمح لي الحقيقه. فقلت له لا ما احبش الطب وما احبش الدم والحاجات دي، يعني ما يعني ممكن. فالحقيقه لقيته صمم بس بطريقه غريبه شويه، لا هتدخل الطب هتدخل الطب. قلت له لا مش هدخل الطب مش هقدر. ليه؟ انا الطب اطباء. قلت له على عيني وراسي لكن انا مش شايف نفسي يعني. فقعدنا كده فتره الحقيقه كم يوم او اسبوع مثلا، وبعدين رحت له مره وقلت له انا لو دخلت الطب هفشل وحضرتك اللي هتكون السبب في فشلي، ترضى في كده؟ قال لي لا. قلت له طب خلاص بس اتفقنا ادخل الهندسه. قال لي اه على بركه الله. لا ويمكن كان عايزك تخش الطب، لكن هو بيحب الدكاتره جدا فعايز دكتور بقى ملاكي بتاعه. بيحبهم ليه؟ من كتر ما بيخاف على نفسه. على نفسه بس فعلا كان بيخاف على نفسه يعني. بشده حياته دكاتره، كل يوم في دكتور في البيت يعني. طبعا حد بيقول لي لو كان يدخل البيت ويلاقي في حد عنده برد فبيمنع هذا الحد ايا كان قربه منه انه يخرج بره الاوضه. لا بره البيت، احنا نخرج بره البيت. تخرجوا اللي عنده برد ما يروحش. ما يروحش كده، هي قاعده الخميس والجمعه مش كده؟ عشان الدكاتره في اجازه. عشان الدكاتره في اجازه، لو انا ما كانوش بيبقوا اجازه بالنسبه له يعني. انما بس الحاله دي جت امتى او الوسواس ده؟ طول عمره. يعني انا وعيت عليه كده وبعدين اسمع عنه انه لا طول عمره. طول عمره يعني. توعى عليه من امتى كده؟ من يوم ما وعيت يعني. من يوم ما وعيت على انه ما الواحد لما بيوعى يعني عنده مثلا 13 14 كدا. سنه مثلا. لا 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 يعني احنا ما فيش وقت ان احنا نقول حاجات كتير يعني. لا يعني مثلا اللي عنده برد ما يخش البيت. ايه تاني يعني؟ ايه المحظورات يعني؟ لا انا افتكر مره حاجه تانية. انا افتكر مره ان هو كان في باريس وانا كنت متجوز ومخلف وعندي مكتبي وعندي مش عارف ايه، وبعدين لقيته مره بيكلمني من باريس وفي حاله ثوره وهياج فظيع. في ايه في ايه في ايه ما تقوليش. هو ما كانش يحب في ايه دي. قلت له طب اعمل ايه يعني؟ قال لي تيجي. قلت له اجي فين؟ قال لي تيجي باريس. قلت له ليه؟ قلت له قال لي انا ابوك بيقول لك تعالى باريس يعني تيجي باريس. قلت له حاضر يعني اديني فرصه. قال لي لا تيجي بكره. قلت له لا ما ينفعش اجي بكره يعني، محتاج فيزا ومحتاج تذكره ومحتاج. مالكش دعوه انا هعمل كل حاجه. قلت له طب اديني 48 ساعه. وفعلا في 48 ساعه انا رحت له وقعدت معاه 15 يوم. كان هو ونهله هانم، والدكتور بتاعه كان دكتور كان اسمه يعني عوض. الدكتور عوض الله يرحمه ومراته معروف. والدكتور عوض وزوجته. المشكله كانت فروه راسه بتاكله يعني، الحته دي بيهرشها بس. ورحت معاه قعدت معاه 15 يوم. قعد 15 يوم في السويت بتاعه في الانتركونتيننتال في باريس ما بخرجش يعني، يا دوبك اصحى الصبح اروح اقعد معاه لغايه اما ينام بالليل، وبنحاول نكلمه بنحاول نسيره بنحاول نضحكه. بس اكيد كان بيعمل تحاليل وحاجات يعني. ما فيش ولا حاجه اسمه والله. والدكتور عوض موجود قاعد قدامه ويحلفه باولاده وبمراته في ايه في ايه عندي ايه. والراجل يقول له والله العظيم يا استاذ عمر ما فيش حاجه خالص ولا حاجه. وفعلا وزي ما رحت زي ما رجعت ما عملتش حاجه. بس لا هي من الامثله دي كتير يعني. والوسوسه في النظافه ازاي بقى في النظافه؟ الفاكهه مثلا يعني، بعدين على السفره وفي فاكهه مثلا فاكهه اللي محتاجه غسيل يعني، لازم او الطباخ او السفراجي يجي لنا لغايه السفره واحنا قاعدين ويوريه انها محطوطه في كيف. كان في حاجه اسمها بيرمونجانات يتنقع فيها الخضار والبتاع بعينيه
ويقول له طب وديها واشطفها وارجع وري، يعني كل ما يتعلق بالنظافة اللي ممكن يبقى فيها ميكروبات، دبانة وقفت، ولو دبانة دخلت البيت دبانة ممكن السفراج يطرد، يعني لازم محاربة للدبانة، وتعرف مصر يعني يعني يفتحوا الشباك ينظفوا هتخش دبانة طبعا. فأمثلة الوسوسة دي لا فعلا ممكن نقعد حلقات كتيرة يعني، فدي حاجات بسيطة عنها يعني. طيب يعني عموما موضوع الدبان ده موضوع خطير جدا هنتكلم فيه تاني لازم، بس خلينا نتكلم مع مدام زينب أباظة حفيدة العظيم محمد عبد الوهاب. انت بنت حضرتك مدام عائشة مظبوط؟ طبعا ربنا يرحمها. الله يرحمها. هم انت عندك بقى كم عم وكم عمة؟ خلان. قصدي كم خال وكم خالة؟ انا عندي 3 خلان. خالين طارق ومحمد واحمد، بس عندي محمد واحمد عبد الوهاب، وعندي خالتين عزمة توفت. حضرتك بنت الكبيره بقى، كانت اظن الوالده كانت قريبه جدا من بابا يعني. فعلا كانت ايه دايما بيقولوا يعني البكريه دي ليها دايما كده معزه يعني، كانت قريبه يعني دايما من وانا صغيره كنت اسمع يعني ان هي قريبه قوي من جدي، ولما كبرت برضو ادركت الحته دي. وهي كانت الله يرحمها كانت حنينه قوي كده، وعندها كده قبول كده رباني يعني، فكانت علاقتهم كده لذيذه كده، فيها حب كده جميل. اتوفت وهو عايش ولا اتوفت؟ لا اسفه، اتوفت بعده ب 11 يوم. ب 11 يوم؟ 11 يوم. كانت عيانه؟ لا خالص، حزن وطبعا ما بتاكلش وتشرب قهوه كتير وبتاع، فحزن وهبوط حاد في الدوره الدمويه. ف هي كانت شخصيه حساسه قوي، يعني ومنكمشه على نفسها، فهي كانت شخصيه يعني حساسه شويه زياده يعني. بالظبط، زياده عن ال. وكانت متعلقه جدا بوالدي وبوالدتي. والدتي توفت القابله، كانت علاقتها جامده جدا بوالدتي. والدتي توفت قبل والدي بعشر سنين، فلما هو كمان بقى اتقربت قوي منه، فلما هو كمان راح بقى يظهر يأس تعبت منه. قوي يعني ظهر طبعا هو عمر في النهاية، بس هو تأثرا قاطعا بالحدث يعني. هنرجع نتكلم عن علاقتك دي، بس نطلع فاصل ونرجع تاني نواصل حوارنا، هذا الحوار الخاص جدا زي ما قلت لحضراتكم من داخل هذا البيت العريق اللي فيه يعني ضيوف أجلاء جدا اللي هم أنجال وأحفاد الفنان العظيم محمد عبد الوهاب. فاصل ونعود. ليه 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 عيد ليلي طار، ليه 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 عين دم يسار، يا عيوني حبايبي ليه هزروني، ليه ناموا اللي تصحي عيوني ليه. محدش كبير من يوم، بتبتدي صغير، بتحارب ضد ظروف أقوى منك، بتحارب بصبر وعند وإصرار، بس من غير حد في ظهرك الحمل هيتقل عليك. ساعتها لازم تنشف عشان لما يجي اليوم والدنيا كلها تحاول تكسرك تثبت مكانك صخرة مهما زاد الحمل، ومش بعيد تكون انت الصخرة الجديدة. كوبا كوكا كولا كله عشان الكورة. تقام البطولة في مراكز الشباب تحت رعاية وزارة الشباب. قالوا لي قالوا لي قالوا لي قالوا لي
أسهر معاه الليالي، يا معاه الليالي. أغير عليك لو اسمك يخطر على بال غير بالي، وخاف عليك لو رسمك لح في خيال غير خيالي. عايزك تكون لي انا وحدي، ما يكونش قبلي ولا بعدي ولا بعدي. اهلا بحضراتكم مره تانيه بوضوح في هذه الحلقه الخاصه عن الراحل محمد عبد الوهاب. استاذ محمد عبد الوهاب، انا لفت نظري حاجه، مدام عصمت يعني لا تعمل بالفن، اخوات حضرتك ما اعتقدش في حد منهم ليه علاقه بالفن، مدام زينب ما اعتقدش ليك علاقه بالفن، ليه علاقه بالديكور والرسم لا انا بتكلم على الغنى يعني. لا 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 حدش فيه صوت يعني. هل الوالد ربنا يرحمه كان قاصد ان ابنائه ما يبقاش ليها علاقه بالفن؟ يعني هو من نواحي كتير، دي واحدة، ده كان مقصود؟ يعني دي واحدة، انه هو قد كده تعب. تعرف حضرتك عبد الوهاب لما طلع في اول القرن العشرين، يعني في العشرينات، كان الفن اياميها صبة يعني، مش مشخصاتي، مش يعني يقولوا عليه كده يعني. والحقيقة تعب جدا عشان يدي رونق ويحسن صورة الفنان، يلبس الناس ازاي، والتخت اللي معاه يلبس سموكينج وبتاع، يعني عانى تمام في الوقت ده من انه يحسن صورة الفنان، وهو وغيره يعني. اعتقد برضو في هذا الوقت برضو العظماء زي نجيب الريحاني ولا يوسف بيوهبي، كل الناس دي عانوا كتير يعني. فهو ما كانش بيحب انه اولاده يدخلوا المضمار ده قد كده، هو تعب فيه، تعب جدا تعب جدا. والمتعب اكتر انه وصل الى درجة عالية جدا، فعشان يحافظ عليها كان مش سهل يعني. وصول زي ما بيقولوا وصول الى القمة سهل، والحفاظ على القمة اصعب. لكن ما كانش في حد مثلا بيدندن في البيت؟ لا كلنا بندندن، كلنا بندندن يعني. انت ما غنيتش مثلا فقلت له يا بابا اسمعني؟ لا 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 لا, لا. اختي ايش الله يرحمها كان صوتها حلو، صوتها حلو حقيقي. لكن انا من ناحيه تانية بقى شخصيا يعني، انا حتى لو كان صوتي كويس ما اعرفش يعني، حتى لو كنت مثلا بغني هشك في نفسي دايما. ليه يعني؟ لو غنيت ونجحت هبقى مش عارف انا نجحت لان انا كويس ولا لان انا ابن عبد الوهاب يعني. المعادلة دي كانت تقلقني، وأنا مش عايز كده، أنا عايز أعمل حاجة أبقى أنا متأكد من نفسي فيها. بس هل أنت يعني هل حتى علمكم إزاي تكونوا سميعة يعني؟ مثلا لما كان يعمل لحن، لا دي ما تتعلمش، كان يلاقي يقول لكم مثلا إيه خد رأيكم؟ آه يعني طب. خد رأيك في إيه مثلا؟ يعني أنا أفتكر إنه من غير ليه قبل ما تطلع للجمهور، وزي ما قلت لحضرتك قبل كده كنت بعدي عليه دايما كل يوم، فرحت على ليلة ولقيته لوحده خالص، وانا كنت احب لما الاقيه لوحده خالص، كنا نقعد نستفرد ببعض يعني، وكنا بنتكلم في كل شيء يعني. كان في بيني وبين ابويا حرج على الاطلاق. كان ايه اللي شغله؟ صحته وفنه واحنا، فكنا بنتكلم. قال لي هو كان عنده اوضه صغيره قوي كده فيها اورج وفيها العود وفيها مسجل ومش عارف ايه وبتاع، فقال لي تعالى يا محمد انا عايز اسمعك حاجه، ودخلني الاوضه دي وقفل على نفسه. وابويا لما كان يسمع الموسيقى سواء بتاعته او بتاعت غيره يعلي المزيكا لدرجه انك تحسها كانها بتدب جواك يعني، بصوت عالي عالي عالي
فظيع يعني شيء شديد يعني. وراح حطت من غير لي، انا كنت اسمع ان هو بيعمل من غير لي اللي هي اصلا كانت معموله على عبد الحليم. فسمعني قال لي اسمع، وسمعنا سمعت الاغنيه، كنت يمكن بعد مدام نهله والموسيقيين كنت يمكن انا اول واحد اسمع، وسمعت من غير لي وطويله، اغنيه طويله، والحقيقه انبهرت. انبهرت مش لانه اجمل لحن عمل عبد الوهاب، لكن انبهرت انه في هذا السن عبد الوهاب يطلع حاجه كده لاخر نفس بيشتغل. وبعدين انبهرت تاني انه اختارني انا عشان يسمعني. فالحقيقه لما خلصت الاغنيه فالحقيقه دمعت يعني، بكيت يعني، اتأثرت قوي، اتأثرت من كل شيء، من كل اللي انا بقوله لحضرتك. فقال لي ايه رايك؟ فقلت له ايش اكون انا عشان اقول لك رايي؟ قال لي يعني ايه يعني؟ انت بتعيط ليه؟ قلت له ما يعني اتأثرت يعني. قال لي طب تعالى يا حمار تعالى. بس يعني عيطت ليه؟ ها؟ عيطت ليه؟ اتأثرت بيه يعني، اتأثرت بالاغنيه. ولا حسيت ان ده ممكن يكون اخر لحن؟ انا حسيت كده. لا انا ما حبيتش الغنوه دي عشان حسيت انها النهايه. انا مش هي دي اللي حسيت، مش ده الوقت يعني، مش ده الموضوع الحقيقه. ما كانش في بالي، انما اتأثرت بانه في السن ده بيهتم للدرجه دي وبيهتم بانه حتى ياخد راي حد مش خبير ولا يعني. اتأثرت بيه يعني. انا بس كان بتكلم على ابويا يعني، كان بيسمعنا حاجات يعني بتكلم على ابويا يعني. بتقولي لي ان هو انت ما حبيتيش من غير ليه، اعتبرتيها ان هي انا لما يعني سمعتها اتقبض اغنيه الرحيل. اتقبضتي؟ سمعتها اتقبض، قلت دي النهايه، فما حبيتهاش الى الان. ما طب ايه الاغاني اللي كان بيحريص ان يسمعها لكم يعني؟ ده تراث. لا هو يعني تفتكر مره جابك قعدك مثلا انت واخواتك وقعد يغني لكم؟ لا عمره. انما انا اتذكر مره برضو كنت وقتها حامل في ابني وندهنا وسمعنا، كان المقدمه بتاع نشط اخبار، كان عمل مقدمه بتاع نشط اخبار مزبوط. فتره ما كانت حلوه، ما اعرفش دي راحت فين. سمعها لنا برضو، اخذ راينا فيها، كان ساعات ياخذ راينا. دي كانت اوائل الثمانينات. ايوه عشان انا ابني مولود 86، كانت وقت حاجه كده 85 حاجه كده. هو كان برضو ساعات يحب راينا، وكان يحب يسالنا قوي، كان هو غاوي المزيكا الافرنجي يعني. احنا بنسمع، احنا بقى كنا شباب نسمع بقى حاجات تغني مثلا. لا خالص، تحب اسمعك صوت؟ مش داعي، مش داعي. اوعى تحاول، احنا كلنا ودننا كويس. ده كويس يعني، مش هغلط. خليها تغني على مسؤوليتك. لا بص، انا مش هغلط، مش يمكن ما نشستي ومش هغلط، بس صوتي وحش. لا انا بعترف، وعمري كان ليا ميول من ناحيه. بس انا عايز اقول لك بقى ان هو الاستاذ محمد لو كان غنى كان هيكون قريب من استاذ عبد الوهاب. لا لا، ده انت صوته. لا صوته في الكلام يمكن. كلام و في الكلام. يعني هو كان بيخليه ساعات لما يحب يهرب من المكالمات كان خليه يرد هو على انه هو، بس مش اكتر من دقيقتين ثلاثه اكشف يعني بعدها يعني. بس كنا نعمل كده يعني، كنا ساعات يعني مثلا يقول لي ايه، كلم فلان وقول له تعالى انا عايز كذا 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 مثلا يعني. فاكلم فلان بس بتتك على حرف زياده الهلو، بس اللي هي الهلو حبيبي يعني، هو هلو حبيبي. ف يعني اقولها ايوه، وفلان مثلا اعمل كذا كذا كذا، حاضر يا استاذ، بس ايه لمده دقيقه ونص واقف. وساعات كان يحصل العكس يعني، مثلا حد يكون بيكلمه وانا ارد وهو مش موجود، مثلا في الحمام في الاوضه في اي حاجه، فارد رد يا محمد ارد، فانا استاذ عبد الوهاب ايوه دقيقه واحده، انا مش الاستاذ عبد الوهاب، لا يا استاذ عبد الوهاب انا بكلم حضرتك بقالي فتره وحضرتك بتتهرب مني، والله انا مش الاستاذ عبد الوهاب، انا ابنه يا استاذ عبد الوهاب، عيب كده يا استاذ عبد الوهاب. مره واحد والله قفل السكه في وشي يعني، على يعني قد كده. ساعات في التليفون الى حد يعني زي ما بقول لحضرتك كده دقيقتين ثلاثه، وبعدين بعد كده لا اكشف، لان هو هي مش مساله نبره صوت كمان،
قد ما هي طريقة. يعني أنا دايما في كلامي مستعجل. أبويا كان هادي في كلامه. وفي كتير بيقلدوه على فكرة. زي مين؟ والله في فنانين بيقلدوه. آه والله أنا ما بيضايقك إنك تشوف حد بيقلده؟ لا خالص لأني عارف إنه شوك رح يوصله. لا بيقلده يعني. شفتي شعبان عبد الرحيم لما لما زعلت عليه. زعلت والله. هو غنى غنى إيه؟ غنى في فيلم شفتها بمنتهى الصدفة غنوة من بتاعته الورد بتاعت غزل البنات. غزل البنات عاشق الروح. عاشق الروح والله. زعلت جدا إسفاف كده وعدم احترام ل يعني عارف لو حد يعني هاني شاكر غنى من غير ليه غناها باحترام وغناها زي ما هي او حتى لو حد غير شوية. انما ده طريقة بقى شعبان مش اني ما بحبوش انا كنت منبسط منه. انما ما يصحش ان حاجات للناس قمم زي دي تتبهدل كده بصراحة. يعني مدام زينب علاقتك بيه بقى شكلها ايه؟ انا هو عنده ما شاء الله 11 حفيد صح؟ 11 انت نمرة كام في ال 11؟ نمرة واحد. انت الاولى اظن. يعني انت بالنسبه له كنت اقرب واحده ليه. كنت كلميني عن علاقتك بيه بقى الجد والحفيده. كنت قريبه ليه. احنا كنا كل يوم جمعه لازم نروح نتغدى عنده كل يعني خلاني ومامتي وخالاتي وكده واحنا بقى. فكنا كل يوم جمعه لازم نروح نتغدى عنده. كنت بقى مبسوطه قوي ان انا رايحه. وساعات مدرستي كانت قريبه من بيته يعني يمكن مرتين او ثلاثه بعد المدرسه مش فاكره كان ايه السبب. يا إما الأوتوبيس فاتني يا إما كان معاد غدا فطلعت من المدرسة عليه. كنت بطلع وقعد واتكلم معاه وساعات كنت بقعد معايا مثلا لو قاعدة معاه لوحدي ربع ساعة ولا نص ساعة أقعد كده أرغي ويسمعني كويس قوي. يعني حتى مرة كان في حاجة لمايكل جاكسون كده أغنية وقت ما كان بقى بومينج قوي وكده أوائل الثمانينات. وبعدين فسألني فقلت له حضرتك انا بحبه قوي وبتاع ومش عارف ايه وكده. قال لي مزجته وبتاع يعني يهتم بكل الاعمار سمعوني وكل الاجيال. وقال لي ويسمع مايكل جاكسون. طبعا سمعه ويشوفه. وقال لنا انا بحب قوي الراجل اللي يمشي لورا ده والله. لا يعني بحب قوي الراجل اللي بيمشي لورا ده. وبعدين مره افتكر مره كان في نشيد الارض الطيبه. اولا انا في المدرسه طبعا ايه كل بقى مدرسين الموسيقى النوت الموسيقيه والحفلات وكده كلها ايه حاجات الوطنيه عايزين فكنت مزهقاه من الموضوع ده. بس بصراحه عمره ما قال لي لا وعمره ما يعني ما قال لي زهق. كان بيقول لي اوكي. وبعدين مره كان نشيد الارض الطيبه اول مره عملوه ما كانش اللي بان في التلفزيون ما كانش ايمان الطوخي ومحمد الحلو يعني الاساتذه دول طبعا ما كانش دول. كانت حفله اظن كان 6 اكتوبر وهو كان في باريس وكانت حفله وانا فاكره مع اني كنت صغيره بس فاكره الحفله دي. كان في باريس وكان الناس مجهولين كده طلعوا غنوها وما غنوهاش كويس قوي وهو حتى اتضايق. فروحت انا ايه قايله له على فكره الحته في حته في من الاولانيه مش زي الحته تانية. قال لي اللي هي اني واحده طب سمعيني يعني قولي لي. فقلت له الحته اللي هي كذا وكذا وكذا. واضح ان العلاقه كانت قريبه جدا وحميميه جدا. لكن كلمني بقى عن هو كان بيحب يسمع مين من المطربين؟ مين من الناس كانوا يعني يخلوا عبد الوهاب يقول الله؟ مين دول؟ هل في حد كان كده؟ مش حد معين. يعني مفيش حد معين. هو طلع ناس كتير جدا الحقيقه. لكن يعني قصدي اقول مش مفيش حد معين كان يطربوا انما كان بيطربوا اكتر ال 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 المود اللي هو فيه. يعني طبعا الناس العظماء يعني مدام زينب بتتكلم عليه مثلا احنا كنا لسه بنحكي عليه انا حضرت تصويره اصلي. كان في مين في مثلا ايمان الطوخي؟ ايوه. لا هو كان بيتربوا جدا ثروت وزينب يونس ومحمد ثروت. لا كان بيحب جدا محمد ثروت. كان بيحب ثروت لكن يعني لا انا قصدي اقول ايه يعني ما كانش في يعني عمري ما سالته الحقيقه. انا شخصيا عمري ما سالته ما خطرش على بالي ان انا اساله سؤال يبقى محدد بالشكل ده. انما انا اللي اعرفه انه هو كان يعشق صوت ليلى مراد ما فيش شك وام كلثوم طبعا. كان بيحب ام كلثوم؟ ما بيحبها. فاكر انت الصحافة المصرية على مدار فترة طويلة قبل طبعا الصلح الشهير وقبل انت عمري في 64 كان دايما بتقول ان الاعداء يعني حابة تقول ان العلاقة بين الاستاذ عبد الوهاب والست ام كلثوم كان فيها عداوة. هل ده كان صحيح؟
أعتقد إلى حد ما كان في صحة. بس طبعا أنا شخصيا ما حضرتش هذا الوقت، كنا صغيرين ما كناش نوعا حضرت الصلح لكن أنا حضرت يعني تفتكر أنت عمر؟ أفتكر كل حاجة. أفتكر كان صلح يعني، هو كان اتفاق كان كان وفاق يعني. هل فعلا رئيس عبد الناصر هو اللي جمعهم مع بعض؟ فعلا؟ فعلا هو، لأن هي الأغنية كان هو كان عاملها لنفسه. ولما عبد الناصر طلب منهم فطبعا يعني نزلوا على رغبته، وهو كان اوريدي ابتدى اللحن وسمعه لها وهي انبسطت منه. وحتى الأغنية ما كانتش رجعوني عليك، اسمها كان شوقوني عينيك، وهي طلبت من احمد شفيق كامل المرحوم احمد شفيق كامل انه يغير شوقوني دي، ما كانتش عجباها في اللفظ فرجعها الى او غيرها الى رجعوني يعني. لكن انا كنت بشوف، انا حضرت كتير بروفات عنده في البيت بينه وبين الست ام كلثوم. كانت قعدتهم بينهم وبين بعض بقى لما يمشوا الموسيقيين، انا قاعد انا من البيت يعني، فانا ببقى قاعد، فما بتبقى قعدتهم بقى بينهم هما الاثنين وهم قاعدين كده تحس اكنهم اتنين اطفال بيتكلموا مع بعض يعني. حسيت ساعات مره حسيت كده ان هم ايه، انه اتنين بناتي الاتنين بعدين بيتكلموا مع بعض قد كده، زي ما بيقولوا ايه دي كونتراكتي يعني، ما فيش بقى يعني حاجه غريبه جدا ومش عارف. وبعدين مره كلمتني، قعدت انا معاهم كانوا قاعدين بياكلوا وقاعدين بياكلوا في يعني حاطين اكلهم على الكراسي بتاعه الموسيقيين، كانوا لسه ما اتشالتش. وحتى قال لها انت مش عندك حته ارض في على مش عارف على النيل جنب المعادي باين ولا حاجه كده؟ قالت له والله حته ارض مش عارف 2000 متر. قال لها بتعملي فيها ايه؟ يعني انا مش عارف ما بزرع فيها باميه وجرجير. قال لها ما تجيبي لي شويه، ما يا محمد طب مش عايزه تبني فيها حاجه تخلي محمد يبنيها لك؟ قالت له والله قوي ما عنديش مانع يعني حاجه كده. ناس عادي. امال العلاقه كانت فتره ليه طالما الامور كانت يعني انتيميه كده؟ متهيألي ان الصحافه زودتها شويه كمان. الصحافه ما في شك، الميديا يعني شعللتها شويه. قلت لي كان بيحب ست ليلى مراد، كان يعشق ليلى مراد. وكان يستريح ده كشغل بقى كعمل مع نجاه الصغير، كان بيستريح في العمل. في الاخر اسالك الرحيل يعني الاخر لا هي مدام نجاه كان ست اولا ذكيه جدا وبتتعبوش في الحفظ يعني، لما بيحفظها بتستوعب بسرعه. فده كان بيريحه وهو يحب صوتها كمان يعني فوق البيع، فكان يحب يتعامل معها كتير ويحب صوتها طبعا. كان بيحب مين اكتر، عبد الناصر ولا السادات ولا ملك فاروق؟ لا متهيألي السادات. ليه؟ بس هو كان متحفظ جدا في ارائه في النواحي دي. انا لكن انا بقول من متهيألي ده من وجهه نظر. ليه؟ ما انا عايز اعرف ليه يعني. هو غنى للملك فاروق وغنى للملك فاروق لعبد الناصر وغنى لعبد الناصر كتير. يعني غنى للجميع الحقيقه. لكن انا بحس او انا حسيت اولا الملك فاروق كان دايما في منافسه يعني، ما عرفتش كان في منافسه مش هو لوحده الحقيقه، كان يوسف فهبي والتبعي ويعني كنا فاهمين المنافسه دي يعني، كانت منافسه على مين يكون قريب من النسائيه يعني كانوا معروفين الدونجوانات بتاعت الفتره دي. جمال عبد الناصر برضو القلبة من كذا الى كذا برضو يعني اذيته شويه في ايه؟ اعتقد انه أمموه يعني، تأمم في وقت من الاوقات. استاذ عبد الوهاب اتأمم مش تأمم، خدوا منه حاجة، خدوا عملوا منه حاجة. حراسة على حاجة خدوا منه حاجة. وأنا افتكر الحكاية دي كانت وكنا في اسكندرية، كنا في بيت جليم، ومن المرات القليلة جدا اللي شفت أبويا فيها بيبكي. خدوا منه ايه؟ فلوس وحاجة كده. الرئيس عبد الناصر في العهد ده، في العهد بتاع عبد الناصر تم تأميم محمد عبد الوهاب اللي هو اساسا كل الاغاني اللي احنا بنقرخ بيها للثوره. انا يمكن غلطان في كلمه تاميم. لكن اللي حصل اللي انا عارفه ان حطوا حاجه تحت الحراسه، اتأذى ماديا وعيط.
وبكى. وكنا قاعدين انا وكنت معاه وكنا قاعدين في البلكونه يعني في انا فاكره الحته وبكى. يعني ابويا ما بكاش كتير. ما كلمش عبد الناصر؟ لا ما اعرفش بقى يعني في هذا ما عنديش فكره. يعني حد كان يقدر يكلم عبد الناصر؟ ما كانش قريب من الرئيس عبد الناصر. لا يعني كان مين اقرب؟ هو عبد الحليم حافظ. لا عبد الحليم وام كلثوم. ام كلثوم اكتر كمان. ام كلثوم اكتر كمان على حسب ما اعرف. ام كلثوم كانت قريبه جدا من جمال عبد الناصر. وعبد الحليم كان مطرب الثوره ان هو نشا مع الثوره. يعني عبد الحليم ابتدى في ال 54 53 لا وبعدين برضو انا والدي ما كانش من النوع اللي هو بيعمل ابروتش. يعني ما هو ما يروحش ما بيحبش يروح لحد ما بيطلبش. عبد الحليم كان من النوع اللي عارف بيتنطط كده ويروح يمين ويروح شمال فكان بيوصل للناس دي. ان انا بالتالي ان والدي مع عبد الناصر عمره ما حمل خطوه ناحيته او ناحيه اي حد. عموما هو كان في حتته اللي عايزه بيجيله. شيء مؤلم ان فنان عظيم زي الاستاذ عبد الوهاب يشعر ان في نظام حكم عبد الناصر يتم تأميم او ان هم ياخدوا اي حاجه منه. وحصل مع محمد فوزي نفس الحكايه يعني ما ومن دي من ضمن الحاجات اللي قسمت محمد فوزي يعني نفسيا ومرضيا. اذا السؤال بيطرح نفسه عبد الناصر لم يكن يحب عبد الوهاب؟ لا لكن هي كانت كان مبدا واتعامل يعني على كثير على كثيرين من ضمنهم محمد فوزي من ضمنهم محمد عبد الوهاب من ضمنهم وهكذا. انما هو كان انا كنت احس ده من حب السادات قوي. نطلع فاصل ونرجع عشان نتكلم بقى على علاقة الكبار محمد عبد الوهاب ومحمد أنور السادات بعد الفاصل. ليه 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 عيد ليل طار ليه 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 عين دم يثار يا عيوني حبايبي ليه هزروني ليه ناموا قلت تصحي عيوني ليه. عشان تحلم انك تكبر في شغلك لازم الاول تفكر ازاي تكبر شغلك وتخليه نمره واحد. التيم وورك هو اللي مخلينا دايما نمره واحد. البنك التجاري الدولي او سي اي بي ده فريق عمل اتجمع على هدف محدد انه يخلوا السي اي بي ده سابق بكذا خطوه. كانش قلب قلب شلباني يا روحي ويتسهرني ليالي. ما كانش قلب ما كانش قلب سلطرة ما تكلميني يا نور عيناي وحياة هوانا ردي الحب الصافي تسلم ايديني اللي ساقاكي يا هالطرة يا هالطرة يا حضراتكم في بوضوح في هذه الحلقة الخاصة جدا عن الفنان الراحل محمد عبد الوهاب في حضور أسرته العظيمة اللي أنا فعلا بتشرف وأنا قاعد معهم النهاردة في هذا اللقاء. لما عصمت أستاذ محمد بيقول أنه كان بيحب السادات أكتر من أي حد تاني ليه؟ أنا ما أعرفش إن مؤكد بس كنت بحس برضو
وكان بيتهيالي ان كان بيبقى بينهم مره حصل او مرتين اتصالات تليفونيه ما بينهم، بيتهيالي حصلت حاجه كده. انما انا في رايي انه انه هو كان في السادات حس بحريه اكتر نفسيا، زي ما المصريين كلهم التحول اللي حصل بعد 73 والناس بقت عايشه مرتاحه ومفيش قلق ومفيش العيشه اللي عاشوها في اوائل الثوره، يمكن عشان كده كان هو نفسيا مرتاح ايام السادات. حضرتك فاكر تتذكر معايا وانا اذكر ده كويس، لما رجع السادات من اسرائيل بعد ان وقع بعد عمل كام ديفيد 79 وعهد السلام، كان الاستاذ عبد الوهاب واقف في المطار ولابس بدله لواء. ايوه مظبوط، عشان يتم تغيير النشيد الوطني من والله زمان يا سلاح الى بلادي بلادي. اذا طبيعه العلاقه ايه بين عبد الوهاب والسادات؟ لا كان يعني انا كان بيحكي لي حاجات كتير يعني، لكن انا اعرف اللي انا اعرفه انه كان في حميميه ما بينهم هما الاثنين، ما في شك كان في نوع من الحب والتقدير المتبادل والاحترام. يعني مش لانه رئيس جمهور، يعني مثلا انا مثلا اللي اعرفه ان عبد الوهاب والملك الحسن الثاني كانوا اصدقاء اصدقاء اصدقاء، يعني الى درجه الند للند يعني كده يعني في فكان بيحصل مع بعض الرؤساء والملوك وخلافه ان يبقى فيه نوع من الحميميه. الملك حسين نفس الموضوع مع السادات كان عنده. يعني هو حزن اكتر على موت عبد الناصر ولا موت السادات؟ تالي السادات بك عليه. وانا افتكر انه يوم ما كانش في مصر، يمكن يوم ما السادات راح اسرائيل انا كنت معاه وبنتفرج على الموضوع ده مباشر على التلفزيون، وكان في مجموعة عنده في البيت من الأشقاء الغير مصريين، وكانوا يعني بيتشالوا ويتحطوا وهم بيتفرجوا على الموضوع ده كمدا وزعلا وحزنا وخلافه، وهو كان في منتهى السعادة في منتهى السعادة. حتى قلت له قال لي الراجل ده بيخلص امور ما تخلص الا بالشكل، هي دي الطريقه الوحيده اللي تخلص بيها الامور. ده كان رايه يعني، كان رايه وكان سعيد يعني، كان بالعكس كان فخور يعني، كان يحب كان يحب سعيد. لكن علاقته مع عبد الحليم حافظ كانت ايه الحقيقه بقى؟ لا ما في شك انها كانت علاقه وثيقه جدا يعني، ما في شك يعني، انما كلها في حدود العمل، مش ممكن تبقى اسريه خالص. لا يعني لم تتجاوز حدود الاطار العمل. لا يعني ما كانش عبد الحليم يجي لكم البيت تقعدوا معاه؟ يجي لا كان طبعا زي يجي زي 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 غيره يعني. انما مش لدرجه انه يبقى انتيم زي ما بنقول مثلا مع اسرته. عبد الوهاب كانت له حدود يعني، هو له حدود. طب مين انتيم عبد الوهاب؟ من الفنانين؟ من عامه الفنانين او غير الفنانين؟ يعني كان انا كنت دايما بشوف عنده جلال معوض الله يرحمه، ليلى فوزي الله يرحمها، كانوا اصدقاء مقربين للوالد، لكن كان له اصدقاء تانيين من احمد بيه اباظه كان صديقه جدا، محمد التابعي، محمد التابعي، يعني دول بقى من خارج الوسط الفني. هل في حياته في النهايه لما الواحد بيجد ان اغلب المقربين منه بيرحلوا بيمشوا بيشعر بالوحده، هل جده كان يعني حاسس بالوحده في الفتره دي؟ اكيد اكيد برضو مر باحساس زي ده يعني، اصل هو فنان وحساس، فاكيد ده كان عنده المشاعر دي جوا، بالذات الواحد لما بيبقى مرتبط بناس على مدى سنين طويله قوي يعني، غير لما الواحد مثلا بيتوفى صغير ولا حاجه، لما بيبقى سنين طويله مثلا حد صاحبك 40 او 50 او 60 سنه بيبقى اكيد مؤثر فيك لما بيروح. حس بالوحده في اخر ايامه هو يعني شوف، هي الاسبوع اللي هو وقع فيها بقى توفى فيها، انا حسيت وقتها ان ابويا يعني مش عايز يعيش، يعني مش عايز يعيش. كنت بروح لكل يوم كالعاده ساعات مره مرتين في اليوم، وكنت اقعد معاه واكلمه وهو ما يردش خالص، وفبدل ما اكلمه كنت اقرا له قران
يعني امسك القران واقرا. وساعات يقول لي قول تاني يعني حته معينه من سوره البقره مثلا قول تاني قول تاني قول تاني غير كده. فانا حسيت وقتها انه مش عايز يعني. وبعدين انا كمان لان كنت ساكن قريب قوي منه فهو هو توفى في حضني. حضنك؟ اه. ازاي؟ نهله هنا مكلميني كانت الساعه يمكن 11 ونص بالليل وقالت لي الحقني تعالى بسرعه ابوك تعبان. وانا بيتي قريب قوي منه قوي يعني ماشي. فجريت نزلت على اساس اني دايما انا متعود على النوعيه دي من الساعات. هو يكلمني يقول لي تعالى الحقني جيب لي دكتور واروح الاقي ما فيش حاجه خالص ويقول لي مالك اللي خوفك يعني كان ساعات يعني حاجات بشكل ده. هو بيبقى في وقتها بيبقى تعبان نفسيا يعني لكن خلاص بتنتهي. لكن وقتها حسيت ان الموضوع اكبر من ذلك فجريت جري. قبل ما اروح كلمت صديق لنا دكتور جراح وشاب ولكن كنا نثق فيه تماما يعني ولغايه دلوقتي انا احبه جدا واثق فيه تماما. فكلمته وقلت له انا ابويا تعبان الظاهر حصلني على البيت. هو عارف بيت ابويا ورحت لقيته قاعد على هو كان عنده كرسي هزاز هو قاعد في بيت في اوضه نهله. هو كان له اوضه ونهله له اوضه نهله هاني وقاعد على الكرسي ومرجع راسه لورا بس بيتنفس بصوت عالي. فدخلت لقيت نهله بتصوت وكان في السفرجي بتاعه الخدام بتاعه هو الشخصي. فابتديت يعني بطريقه تلقائيه وبدائيه اني انفخ له في بقه. يعني حسيت انه في هواء بيطلع كده يعني. فابتديت انفخ له في بقه وكلمت اخواتي. ابتديت اكلم اخواتي او يمكن نهلهان كلمت جزء وانا كلمت انا مش فاكر الحقيقه. الدنيا كانت ملخبطه خالص ما كانش يبقى فيش حاجه ما فيش حاجه خالص لغايه انا ما سمعتش حاجه. في الوقت ده كان جه الدكتور صديق ده ودخل وبص وكشف عليه وكانوا اخواتي ابتدوا يجوا وراح مطلعنا ومسكني انا قال لي ابوك توفى امسك نفسك يعني. وقومنا شلنا وسجناه على سرير نهله وقفلنا. لقينا لقيت في ظرف يمكن 5 دقائق 10 دقائق البيت ده فيه لا يقل عن 150 انسان كله وحتى كان يعني ساعات تبقى الميديا سخيفه يعني. لقيت واحده عايزه تاخد مني حديث في اللحظه اللي انا فيها لدرجه ان كان مرحوم احمد فؤاد حسن قال لها حرام عليكي حرام عليكي يعني هو في ايه ولا في ايه. ونزلنا بعد كده بعد ما جم اخواتي جت عربيه اسعاف وخدناه لان طبعا الرئاسه طلبت انه يعني يوضع في مكان معين لغايه لما يعلموا. نعم عشان كانوا عايزين يعملوا له جنازه عسكريه. يعملوا له جنازه عسكريه واللي طبعا في ناس كانت عايزه تيجي تعزي. فقعد حوالي 48 ساعه او 72 ساعه لغايه لما الجنازه اتعملت. وكانت الحقيقه فتره قاسيه جدا وانتهت باقصى لما ايش توفت. انها كانت شهر فظيع. عايز رسائل اخيره في نهايه الحلقه منكم الى روح فنان العظيم محمد عبد الوهاب. استاذ محمد اتفضل تقول له ايه؟ ولا حاجه وحشتني بس من لما اسمع. فنك باقي مهما حد يعني مهما اهملوه ما ينفعش. عبد الوهاب هو عبد الوهاب وهيفضل مدى الحياه يعني. مدام زينب اقول له وحشتني طبعا بجد يعني. وبس هو بالنسبة لي وبالنسبة بتالي الناس كتير قوي الحاضر الغائب يعني هو مش موجود بس موجود. ف
فيا رب دايما موجود أجيال وأجيال وأجيال، ربنا يرحمه إن شاء الله. وبالتأكيد هو الحاضر الغائب، وأنا بشكركم جدا ادوني فرصة دي ان انا اقعد معاكم. ميرسي لي. وشكرك مدام عصمت جدا انك انت استضفتينا في بيتك الجميل دوت، وتحياتي لزوجك العظيم اللي اسعدنا جدا وهو قاعدين يعني بيستمتعوا بالحوار معانا خلف الكاميرا. مدام زينب بشكرك جدا. يعني وتحياتي بقى لكل الاحفاد. حاضر ان شاء الله، ودايما نلتقي على خير ان شاء الله في احياء كل ما هو جميل في ذكريات ان شاء الله تخص فنان العظيم محمد عبد الوهاب. دي حلقتنا النهارده من بوضوح، وزي ما قلت لكم هي حلقه خاصه جدا استثنائيه جدا، لان نجمها انسان له مكانه خاصه جدا جدا، هو الفنان الكبير محمد عبد الوهاب. بشكركم جدا جدا، تصبحوا على خير.